ابدأ انت يا جان، انا تعبت منك. طيب الحب ليه كده يا ابله؟ اه شفتي ضربتيني في الصغرة. احنا سمعنا لكم تصريحات كتير وكلام كتير، بس ولا مره انت قلتي كل حد حاجه بخصوص الحب قبل كده مع حد خالص. ما حصلش، عشان كده انا بسال، اصل انا علاقاتي متعدده. كل حد فيكم يتكلم عن اول قصه حب في حياته، في المدرسه ولا في مدرسة الجامعه؟ حب. اول حاجه حب ده، حتى الحاجات دي اللي حصلت واحد من غير ذكر اسماء يعني. ليه انسيها ليه؟ ده من 15 سنه يعني، كنت في المدرسه. بس الواحد مر بعصرات كتير في الحياه، فخليته ينسى الحاجات الرومانسيه التافهه دي. دي حاجات ما بتتنسيش اكيد. لا ده اللي بتشوفيه الايام دي ينسيكي كل حاجه. يعني بيمر عليك الايام دي كل واحد يتكلم مع ماما وبابا. مفيش قصه حب خالص في حياه انتصار وبدريه خالص. الواحد محتاج يعني بصراحه يعني من كترهم بيتهيألي. حضرتك انا اتجوزت صغيره جدا، ما لحقتش احب ولا احب هو نفسه. حبيت حبيت جوزي واتجوزنا. طب ومالك بتقوليها كده وانت كده؟ اتعرفت ازاي؟ يا عموري. معاني يعني هو قفل عليها ميه ونور، فهي لو كانت بتفهم زي دلوقتي وعرفت ان هي هتبقى كده دلوقتي كانت زمان يعني ايه اجلت مثلا الجواز ده 15 سنه. هو شايفنا دلوقتي على فكره. بس على فكره عايزه اقول لك، لا هو مقتنع بانه ظلمها. حلو قوي الجواز بدري بجد. لاني انا لما بقعد العب مع احفادي دلوقتي. احفادك؟ واو. والله عندك احفاد؟ انا مش قلت ما نجيبش السي دي في البرامج؟ دي وقفت حالنا خلاص. يا ابله انتصار بقى، قولي ولادي بلاش حياه احفادي. يا ابله انتصار. بنتك والتانيه تلا بنتك، مش انت تقولي حفيدتي عشان اللي ياخدني ياخدني باحفادي. انت ناويه تضربي جوازه ثانيه؟ اوكي. فعندك حق، الجوازه اهم من البرنامج. برافو عليكي. انا جايه اعمل اعلان. مش كده؟ سؤال، مفيش حد فيكم رد على السؤال، يعني مفيش قصه حب. قولي دي مش ردود؟ قالت لك خطفني وانا صغيره، قفل عليا ميه ونور، عايزه واحد يجي ياخدني الشقل على بعضي. طب هي يعني ناويه تطلق وتتجوز تاني؟ عايزه كلام اكتر من كده. طب هي اتكلمت، انت ما اتكلمتيش؟ انا شرارة. انا ايوه انا اللي شفته كتير. انا شفت كتير. سيبنا من الحاجات الوحشه الحلوه، اكيد في حاجه خالص الحلوه بتقلب وحش بعد كده. يعني ما تنصحيش حد يدخل في لا الحب ده اجمل حاجه في الدنيا بجد. طبعا نتكلم بجد دلوقتي، ده هبه من عند ربنا.